معكم راح أشرح لكم بهالمقطع الشابتر الأول من مادة الهيلث والويلنس واللي هي تتكلم عن Introduction to Nutrition, Health and Wellness. فهنا عندنا في النقطة الأولى واللي هو تكلم لنا عن أن منين جاتنا كلمة Nutrition. Nutrition هي كلمة أصلها لاتيني تمام، واللي هي جات من كلمة نيورش. هنا في النقطة الثانية عرف لنا نيوتريشن كالبروسيس أو اللي هي عملية الحصول المخلوق على المغذيات، وكيف هالمغذيات هذه بيبدأ يسوي لها ميتابوليزم أو اللي هي عمليات الأيض، وكيف بيستخدمها في عمليات الحيوية. برضو هنا في النقطتين الأخريتين في هالسلايد تكلم لنا عن nutritional science أو اللي هو علم التغذية، واللي هو عبارة عن the study of how nourishment affects personal health, population health and planetary health. بعد هنا في النقطة الأخيرة قال لنا أن هالعلم هذا أو nutritional science متكون من عدة disciplines، متكون من عدة تخصصات، منها biochemistry والpsychology. هنا بعد في النقطة الأولى ذكر لنا أنه without adequate nutrition، يعني لو أنا ما تغذيت بشكل كويس وما أخذت العناصر اللي أحتاجها لجسمي، فأنا does not function أو أني ما راح أؤدي الوظائف بطريقة جيدة، وبرضه هالشي ممكن يخليني أتعرض لديزيزز، وممكن أكون أو ممكن توصل الوضع إلى أنه يكون في حالات وفاة. برضه هنا تكلم لنا عن تعريف أخصائيين التغذية، واللي هم باختصار الناس اللي درسوا nutritional science، وبرضه هم الناس اللي بيساهمون في مساعدة البيبل أو المجتمع بشكل عام في أنهم يوصلون للهيلثي دايت. هنا بعد كلنا في النقطة الثالثة أنه الهيلث ممكن تساهم أو تساعدنا في أن احنا نسوي مهامنا اليومية البسيطة، ومن ضمنها أن احنا ممكن يساعدنا في أن احنا نصير عندنا gaining knowledge أو أن احنا نتعلم، ويساعدنا في الwork أو في أشغالنا اليومية. فهنا في النقطة الأخيرة بعد ذكرنا أنه good health means you are able to function normally and work hard، يعني أن good health بتساعدنا في أن إحنا نكون قادرين على أداء وظيفة معينة، وبيساعدنا في أن إحنا نشتغل. هنا بعد عرف لنا الهيلث واللي هو التعريف اللي جاء من منظمة الصحة العالمية، واللي هو التعريف اللي كلنا نعرفه، اللي عبارة عن أن الـ complete physical, mental, social well-being and not merely the absence of disease، يعني أنه الصحة بشكل عام هي عبارة عن هالثلاث المكونات هذولا تمام. يعني أي خلل ممكن يصيب هذه المكونات ممكن يعرضنا إلى أن يكون عندنا ديزيز معين، والديزيز هذا تعريفه أنه abnormal condition، وهالabnormal condition أو الشيء الغير طبيعي ممكن يأثر على الهيلث. يعني ممكن يكون عندنا abnormal في المنتل فبيأثر على الصحة بشكل عام، أو بيأثر على كل عناصر الصحة البقية. برضه هنا قال أن الديزيز nothings أو symptoms معينة، وكتعريف لهذه المؤشرات أو السينجز أنه هي عبارة عن characteristics of disease أو اللي هو صفات مرض معين، مثل الفيفر أو ارتفاع الحرارة. هنا بعد عندنا مجموعة تعريف واللي تعتبر جدا مهم أن احنا نعرفها، واللي هي أول تعريف عندنا symptoms أو اللي هي الأعراض، واللي هي عبارة عن الأشياء اللي يجيني البيشنت في العيادة يشتكي منها. أما بالنسبة للديزيز فهو سبق وعرفنا في السلايد السابقة، وقال أنه هالديزيز هذا بعد categorized أو أنه يصنف أنه يكون سببه باثوجين معين، مثلا ممكن يكون بسبب بكتيريا أو بسبب فيروس معين تمام. وهنا بعد في النقطة الأخيرة ذكر لنا أن الديزيز ممكن يأثر لنا على الفيزيكال هيلث أو اللي هو النشاط البدني اللي أنا أسويه. يعني مثلا ممكن يجيني بيشنت في أوستيوباروسيس أو اللي هي شاشة العظام، بالتالي بتكون عنده صعوبة في الحركة، أو ممكن يجيني بيشنت الديزيز حقه مأثر على الفانكشن حقت عضو معين. مثلا لما يجيني بيشنت عنده كارديوفازيكولار ديزيز، فهنا بعرف انه البيشنت ممكن يعني يكون عنده في تأثر في الفانكشن حقت القلب. ممكن يكون الديزيز على شكل منتل إلنس أو اللي هي الأمراض العقلية، فهنا أكيد راح يأثر على السوشيال والبينج أو اللي هي السلامة المجتمعية. هنا بعد ذكر لنا أنه الديزيز أو المرض ممكن يأثر على كل مكونات الهيلث اللي تكلمنا عنها من قبل. مثلا هنا لو أنا عندي بيشنت عنده تايب 2 دايبيتس، فهنا ممكن يتأثر فيزيكالي تمام في أنه تطلع عليه بعض الأعراض من المرض. مثلا ممكن يصير له
ويت لوز، تمام؟ فهالشي بيأثر عليه بدنيا، وبرضه ممكن يأثر عليه عقليا، مثلا من ناحية الامبيرد ثينكينج، ممكن يكون صعب انه يتفاعل او انه يستوعب كلام الناس بسبب الديابيتس اللي عنده. برضو هنا في النقطة الثالثة قال انه التايب 2 ديابيتس يصنف على انه physiological disease that affect all aspects of health, physical, mental and social، تمام؟ يعني انه الديابيتس تايب 2 ممكن يأثر على كل نواحي الصحة. طيب هنا بعد تكلم لنا عن انه شنو النيوتريشن او شنو الهدف من اني اتغذى. الهدف من اني اتغذى باختصار اني اسوي بروموتينج حق الهيلث، اطور من صحتي واحاول اني احمي نفسي من الامراض، تمام؟ وشروط الغذاء الصحي انه يحتوي على هالانواع الستة هذول كلهم. اول شيء الغذاء الصحي لازم يحتوي على كربوهيدرات واللي هي تعتبر كمصدر طاقة. ثاني شيء لازم يحتوي على البروتين واللي هو يعتبر البيلدينج بلوكس، او اللي هو انه جسمي يبني العظم منه. برضو هنا عندي الفات واللي هي يعتبر انرجي ستوريج، يعني يحاول انه يخزن الطاقة في حال اني انا احتجت اني استخدمها لبعدين. برضو هنا الووتر او اللي هو السوائل بشكل عام، واللي هي لها عدة رولز أو عدة فوائد، واللي هي منها ترانسبورتيشن حق النيوترينز أو اللي هو نقل العناصر الغذائية في الجسم كامل. برضو هنا غذاء الصحي لازم يحتوي على الفيتامينز واللي هو تساعد أو اللي تساهم في الكيميكال رياكشنز وفي عمليات الميتابوليزمز اللي تصير في جسمنا. آخر شيء هنا بعد لازم تحتوي على مينرالز أو اللي هي المعادن، واللي هي involved in enzyme function أو اللي هو كل الإنزيمات اللي موجودة في جسمنا تعتمد في شغلها وتتكون من مينرالز. هنا بعد في السلايد قال إنه الهيلث بشكل عام ممكن تتأثر بعوامل أخرى، والعوامل الأخرى هذه اسمها determinants of health أو اللي هو العوائق أو محددات الصحة، واللي هي عبارة عن الجينيتيك والإنفايرومنت واللايف سايكل واللايف ستايل. هنا بعد ذكر لنا example، مثلا هنا لو أنا عندي family with low income أو اللي هو عائلة الانكام حقها بسيط، تمام؟ فهنا بهالحالة الانكام هذا راح يأثر على الفود تشويس، تمام؟ أو اللي هو اختيارات الأكل من ناحية الكوانتيتي والكواليتي، جودة الطعام وكميته ممكن تتأثر في البيت، بالتالي راح يأثر لي على النيوتريشن، وإذا تأثرت النيوتريشن راح تأثر لي على الصحة العامة. فهالشيء كله جاء بسبب الفاميلي انكم اللي هو تعتبر واحدة من الديترمينانت اوف هيلث. بعد هنا قال في النقطة الأخيرة انه الفاكتورز اللي هي الديترمينانت هذول اللي تكلمنا عنهم صعب ان احنا نغيرهم او ممكن تكون امبوسيبل مستحيلة عدا النيوتريشن واللايف ستايل. النيوتريشن واللايف ستايل نقدر نغيرهم. هنا بعد نتكلم عن واحدة من أول الديترمينانتس حقت الهيلث واللي هي الجينات. الجينات واللي هي عبارة عن a sequence of DNA that code all the proteins in your body، تمام؟ فإيش هي البروتين اللي بيساهم فيها الجين؟ الإنزيمات هي عبارة عن بروتينات، الهرمونات هي عبارة عن بروتين. وبرضه هنا قال إنه ممكن الجين يأثر على عدة أشياء، ممكن يأثر على لون الشعر، لون العيون، ولون السكن. وبرضه هنا ممكن يكون more likely to be fat، تمام؟ يعني ممكن يأثر على قدرة جسمي على تجميع الدهون. ممكن الجين هذا برضه يخليني أكثر عرضة لسيرتن ديزيز أو لمرض معين. طبعا انا منين اكتسبت هالجين او منين جاني هالجين؟ جاني من الجينوم. الجينوم اللي هو عبارة يكون inherited او انه جاي بالوراثة من خلال الام والاب، واللي هو عبارة عن the sequence of DNA that makes up your genes and determines your genetic makeup. يعني الجينوم هنا هو بيعطي عبارة عن sequence DNA معين، السيكونس هذا بيجيب لي الجين، والجين هو اللي بيتحكم بصفاتي الفردية. هنا بعد بالنقطة الأخيرة ذكر لنا أن كل شخص فينا عنده unique DNA sequences، يعني كل واحد فينا عنده DNA مختلف، ترتيب DNA مختلف عن الثاني، وهالشي يعرف لنا الفينوتايب. الفينوتايب اللي هو الاختلاف في السمات الفردية، تمام؟ وهالشي الفينوتايب هذا سببه اللي هو الاختلاف في DNA، تمام؟ فهنا قال إنه meaning that their identical DNA is expressed differently، تمام؟ يعني DNA هنا مختلف بيننا وبين بعض. طبعا هنا نقدر نستثني من هالحالة التوينز. هنا التوينز يعتبرونهم الأشخاص الوحيدين اللي عندهم نفس DNA.
هنا بعد ثاني determinant عندنا أو ذكرنا السابق واللي هو environment أو البيئة، أو كمسمى ثاني لها اللي هي socio-economic status. تمام، socio-economic status واللي هي مكونة من ثلاثة أشياء: الانكام والاكيوبيشن والاديكيشن. هذولا الثلاثة تمام ممكن يأثرون لي على الفودز اللي أنا أكلها. مثلا لو كان مثلا لو جبنا مثال على الاكيوبيشن، لو أنا مثلا توظفت في المجال الصحي فأنا مثلا بحاول إن تكون خيارات الأكل عندي أصح. مثلا لو كان عندي education عالي بعرف إيش هي الأكلات المضرة، وبرضو لو كان عندي income عالي فهنا بيساعدني أو بيكون إن عندي availability للأكل الصحي. فهنا بتأثر ال food choice وال food equality من خلال الثلاثة مكونات هذول اللي كلهم يعتبرون ضمن ال socioeconomic status. فهنا في النقطة الأخيرة ذكر لي أن الناس اللي عندهم higher income و higher occupation و higher education يكون عندهم فرصة أنه يكون ال better health عندهم ال better nutrition تكون أعلى، على عكس الناس اللي عندهم انخفاض في هذول الثلاثة، فذول يكونون معرضين لل diseases أكثر. هنا بعد واحدة من الأشياء اللي بتأثر لي على نظامي التغذوي واللي هي اللايف سايكل أو اللي هو الستيج أو اللي هو العمر اللي أنا موجودة فيه. فمثلا هنا ذكر لي مثالين، المثال الأول اللي هو عمر الأدولسنت. عمر الأدولسنت طبعا هنا يتميزون إنهم قاعدين ينمون والبون حقهم قاعد ينمو، فكشيء طبيعي ممكن إنهم يحتاجون كالسيوم أكثر عشان نساعد عملية البون بيلدينج. بعد هنا في المثال الثاني ذكر لنا أن الومن اللي عمرها 65 سنة أو أكثر من 51 سنة ممكن تحتاج عناصر غذائية أكثر وكالسيوم أكثر بسبب اختلاف في الفانكشنز اللي موجودة في جسمها، وممكن تحتاج كمية كالسيوم أكثر من اليانجر أدولت وومن. طبعا مع التقدم في العمر مو بكل شيء يحتاج ان احنا نزيد، يعني مثلا كبار السن ممكن ان احنا نحتاج نزيد لهم فيتامينات ومينرالز، لكن برضو نحتاج ان احنا ننتبه ان احنا ما نزيد لهم دهون. تمام، ففي اشياء بتزيد وفي اشياء بتقل. وهنا بعد ذكر لنا مثال ثالث واللي هو مثلا البريجنانسي. طبعا مو بشرط ان نقصد باللايف سايكل العمر، برضو اللي هي حالات الجسم غير عن الباقي. مثلا البريجنانسي هنا ذكر لنا انه بشكل عام ان احنا ننصح المرأة الحامل انها تاكل بروتين اكثر من النان بريجننت وومن، لان احنا نحتاج البروتين عشان الجروث والديفلوبمنت حق الطفل. برضو هنا قال انها تحتاج فيتامينات ومينرالز اكثر مثل الفوليت علشان ان احنا نحميها من البيرث ديفكت. هنا بعد عندنا اللايف ستايل او اللي هو النمط اللي انا ماشي عليه في الحياة. طبعا هنا النمط هذا واللايف ستايل يتكون من عدة اشياء، اولها الدايتري هابتس او اللي هي العادات الغذائية واللي هي المحور الرئيسي في هاللايف ستايل. برضو هنا في عدة اشياء يتكون منها، منها الفيزيكال اكتيفيتي ليفل والدراج يوز او اللي هو الادوية اللي ممكن يحتاج الشخص انه يستخدمها، وبرضو السليبنج باترن. هنا بعد بالنسبة للديتري هابتس في عدة أشياء متفرعة منها، واللي هي مثلا how much person eat، مثلا كم الشخص يأكل خلال الوجبة الواحدة وكم عدد الوجبات اللي هو يأكلهم، وبرضو how often person eats out at restaurant، يعني كم عدد المرات اللي يأكل فيها الشخص في المطاعم. هنا في الأخير ذكر لنا كتوصية إن إحنا لازم نسوي following حق الهيلثي لايف ستايل اللي يحسن من صحتنا. الحين خلصنا من الصحة، محدداتها نجي للولنس أو اللي هي السلامة، واللي هي كيف نسوي كيرينج أو نعتني بالمايند والبادي والسول. طبعا الهيلث تكون مثلا كيف أني أوصل لصحة مستقرة، بس الولنس كيف أني أحافظ وأستمر على أني أكون صحية. تمام، فهي من خلال أني أعتني بهذول الأشياء الثلاثة اللي هي المايند والبادي والسول. ثالث نقطة هنا قال أنه usually affected by your culture and your life experiences، يعني أنه الولنس تكون عادة ما متأثرة بالثقافة باللايف أو اللي هي نفسها challenges in your life أو اللي هي الظروف اللي تصير في حياتي أو ممكن في اليوم أو خلال اليوم. فهنا مثلا ممكن أني أنا أكون تحت سترس أو ضغط معين، والسترس هذا
يخليني اضطر اني احاول سيرف فور ويلنس، او اني احاول اني احاول اني اكون في تحت سلامة اكثر، تمام، بسبب الضغوطات النفسية. فهنا بعد قال لنا في النقطة هذه انه طبعا مقسمة على نوعين، اما انها تكون self defined او dynamic defined. self defined اللي هو انا كيف اتعامل مع نفسي من داخل، والdynamic او اللي هو الphysical side اللي هو كيف انا اعتني بجسمي. هنا ذكرنا اللي هو الديترمينانت حقت الويلنس واللي هي بنشرحها في السلايدات الجاية. هنا بعد في السلايد ذكر لنا انه الدايمنشنز هذول اللي في السلايد السابقة تحتاج الاتنشن، نحتاج ان احنا ننتبه لها، لكن مو بشرط ان نوصل كل هالدايمنشنز الى الحالة البيرفكت، لا، يكفي اني اوصلها للحالة اللي تخليني ستيبل ومستقرة. برضه هنا قال انه the goal is find what works best for you، يعني الهدف من اني احاول احسن من هالديترمنت اني الاقي البست حق نفسي. برضو هنا في النقطة الثالثة قال انه الدايمنشنز هذولا interconnected، يعني الدايمنشنز هذه كلها متداخلة ببعض، عشان هالشكل لما اجي اشرحها بنلاقي كلمات متكررة في كل الدايمنشنز، واللي هي ممكن الاقي كلمة stress او healthy relationships، لان هذول الاشياء ممكن تأثر على اكثر من جانب في الwellness. هنا نجي لأول deterrent واللي هو emotional wellness أو اللي هي السلامة العاطفية، باختصار اللي هي عبارة عن المشاعر، أنا كيف أتعامل مع مشاعري، كيف أحاول أفهم مشاعري، طبعا هالشي أكيد بينعكس على سلامتي. وهنا بعد ذكر لنا أني كيف أسوي fostering أو أني كيف أسوي supporting وأدعم نفسي عاطفيا، مثلا أني أخذ time أو أجلس فترة زمنية مع نفسي عشان أصفي دماغي، مثلا الهيومر أو اللي هي الفكاهة، مثلا السمايلينج اللافينج مع الناس، هالشي بيساعدني في اني اتحسن عاطفية. برضو مثلا لو انا حسيت اني عاطفيا مو بتمام او ماني بطبيعية، اقدر اني اطلب مساعدة من الناس. برضو هنا ممكن practicing gratitude او اللي هو الامتنان، دايما احاول امتن الاشياء الجميلة اللي انا محاطة فيها، هالشي بيساعدني او بيطورني من ناحية الاموشنال. هنا بعد عندنا الـ occupational wellness أو اللي هي السلامة الوظيفية، واللي هي باختصار أحاول إني أكتشف إيش هي الـ virus careers أو اللي هي إيش أنا عندي من فرص وظيفية وقديش أقدر أجرب منها عشان يصير عندي opportunity أو تصير عندي فرص كثيرة، وأي فرصة منهم أنا بستمتع فيها أو بيصير عندي فيها enjoying. هنا بعد في النقطة الثانية يقول إنه من خلال الـ occupational wellness أو من خلال إني أقعد أجرب الـ opportunities اللي عندي، راح أستوعب أسوي recognition حق satisfaction والenrichment من خلال الشغل. هنا بعد تكلم لي عن إني كيف أسوي support حق نفسي من ناحية الـ occupational، مثلا إني أحاول نفس ما قلنا أكتشف different career أو اللي هي الوظائف المختلفة إني أنا أقدر أجربها. برضو هنا في النقطة الثانية إني الاكيوبيشن هنا راح تساعدني في اني اسوي كوميونيكيشن مع الناس، والاوبن كوميونيكيشن راح يساعدني في اني اطور لي عدة مهارات. برضو هنا في النقطة اللي بعدها واللي هي انه احاول اني احط رياليستيك كارير جولز، او اللي هي مثلا انا في وظيفتي الحين وانا قاعدة اشتغل، احاول احط لي اهداف، واهداف هذه تكون مرنة واقدر اني انجزها عشان احس بالراحة في الوظيفة وفي الشغل اللي انا قاعدة اسوي. هنا بعد عندنا الـ intellectual wellness واللي هو الجانب الفكري أو اللي هو الجانب اللي يركز لنا على المايند، واللي هو باختصار إني كيف أستخدم الـ creativity أو الجانب الإبداعي من عقلي، كيف أنا أجرب أسوي الـ mental simulating activities أو اللي هي الـ activities اللي تركز على تنمية العقل، تمام، عشان أحاول إني أنمي نفسي ذهنيا. طبعا هالأشياء هذه وهالمهارات هذه راح تحتاج اللايف لونج ليرنينج، تمام، اني احتاج خبرة من الحياة عشان اوصل للانتلكشوال ونس. برضو هنا ذكر لنا مثال مثلا او اللي هو النقطة اللي بعدها، it can be developed through، اني اقدر اطور هالجانب هذا من خلال التعليم، من خلال الكالتشر او الثقافة، من خلال الكوميونيتي انفولفمنت او اني مثلا اشارك في نشاطات
تطوعية، هالشي راح يساعدني فكريا من خلال إني أمارس هواياتي. هالشي ذا كله يعطيني فرصة ويسمح لي بإني to share your knowledge and skills with others، أو إني مثلا أساعد أو إني أنشر أفكاري وأكتسب أفكار من الناس الثانية. هنا بعد كيف أسوي supporting حق الجانب الفكري من الولنس، واللي هو taking classes outside of your major. مثلا أنا تخصصي تغذية الحين، مثلا ممكن أروح أخذ كورسات أو كلاسات ثانية، أو أني أدخل دورات حق مثلا تخصص التمريض، تخصص المعلوماتية الصحية وما إلى ذلك. بعد هنا قال reading for pleasure، واللي هو مثلا أني مثلا أقرأ روايات أو أقرأ قصص بهدف أني مثلا أستمتع بالقراءة، أو أني وبنفس الوقت أكون قاعدة أشغل عقلي. برضو هنا قال learning another language، واللي هو مثلا أتعلم لغات إضافية وأتعلم أشياء جديدة فيها. هنا بعد عندنا environmental wellness، واللي هو عبارة عن العلاقة بين شيئين، علاقتنا إحنا community أو ourselves اللي هو إحنا البشر، وكيف إحنا قاعدين نتعامل مع environment أو اللي هي البيئة اللي إحنا موجودين فيها. هنا عندنا الكور principle أو المبدأ الأساسي في هالنقطة هذه، إن إحنا كيف نسوي respect أو كيف نحترم النيتشر اللي إحنا عايشين فيها. طبعا هنا أنا أقدر إني أسوي foster أو support للenvironment من خلال عدة نقاط، منها recycling أو إعادة التدوير، ومنها إني أتبرع بالملابس اللي أنا ما أحتاجها بدال ما إني أنا أرميها ممكن أضر فيها البيئة. هنا عندنا الجانب اللي بعده، واللي هو financial wellness، واللي هي السلامة المادية، واللي هو يعتمد على اني كيف اسوي management او اللي هو تنظيم للجانب الاقتصادي او الجانب المادي من حياتنا. برضو هنا يقول ان الفلوس هي اساس كل شيء في حياتنا، وممكن انها تأثر على الhealth والacademic performance حقنا. هنا بعد ذكر لنا انه كيف اسوي فوستر او سبورت حق الفينانشال سايد من حياتي، واللي هو اولها اني احاول اني اسوي سيفنج اكاونت او اني ادخر من الفلوس اللي عندي. برضه هنا لازم احط بلان حق البادجت او اللي هي الميزانية اللي موجودة عندي على حسب الجولز اللي انا ابي اسويها. برضه هنا writing a list before you go shopping، اللي هو لما مثلا أنا أحتاج أن أروح على سوبر ماركت فما أروح وأخذ أشياء بشكل عشوائي، لا لازم أحاول أني أخذ الأشياء اللي that I really need، تمام، مو بس أني أبي أشتريها وبس. هنا نجي للphysical wellness، واللي هو أني كيف أو اللي هي كمية الداily activities اللي أقدر أسويها بدون ما يجيني فتيج أو تعب أو اللي هو الفيزيكال ستريس. برضو هنا قال إن الأشياء العناصر الرئيسية لهالنقطة هذه، واللي هي الديلي هابتس والبيهيبيرز، ومدى تأثيرهم على الهيلث والبينج والكواليتي أوف لايف. هنا كيف أسوي سبورت للفيزيكال سايد من الولنس، واللي هو اني احاول اسوي موفمنت بقدر الامكان لو على الاقل 30 دقيقة ديالي. برضو هنا ممكن اني انا استخدم الستيرز او اللي هو استخدم الدرج بدال المصاعد عشان اعطي جسمي فرصة انه يتحرك اكثر. برضو هنا احاول اني اكل healthy food او اللي هو الاكل الصحي، وبرضو احاول اني اسوي التحاليل الروتينية عشان اتأكد ان جسمي في حالة طبيعية. هنا بعد عندنا social wellness، واللي هو يركز على relationship between the individuals and groups and communities. هنا بعد ذكرنا في النقطة الثانية it enables you to create borders and encourage communication, trust and conflict management، واللي هو يساعد في اني يعطيني فرصة اني اسوي communication، تمام، ويعطيني فرصة من اني اسوي management مع نفسي اثناء ال communication. برضو هنا اخر نقطة انه هالشي بيساعدني في اني أسوي showing respect حق other cultures، يعني مثلا في حال أني تعاملت مع جنسيات ثانية فأنا ممكن أني من خلال الكوميونيكيشن أتواصل معاهم وأتعرف عليهم وأحترمهم أكثر.
هنا بعد عندي نقاط تساعدني في أني أسوي support حق السوشيال ويلنس، ومنها أني أسوي reflecting on yourself and your social needs. أحاول أشوف مثلا المجتمع عندي إيش يحتاج، تمام؟ وبرضه هنا what aspects of your social life do you enjoy، يعني أي ناحية من النواحي الاجتماعية أنا أستمتع فيها أكثر. فمثلا هل أنا أستمتع في أني أسوي volunteering، أو أني مثلا أستمتع في أني أطلع مع أصحابي وما إلى ذلك. هنا بعد في النقطة الثانية making an effort to keep in touch with supportive friends, family and mentors، واللي هو أني أحاول ألاقي أصدقاء يساعدوني ويسوون لي support عشان أقدر أحسن من الجانب الاجتماعي عندي. هنا نجي للجانب اللي بعدها، واللي هو الجانب الروحي، واللي هو الجانب اللي يركز على أني كيف أوصل للإنر سيلفز، أو اللي هو كيف أوصل لشخصيتي الداخلية. طبعا هالشي بيساعدني في أني ألاقي meaning in life، أو اللي هو معنى في الحياة، أو أني راح أكتشف الحياة بشكل أفضل لو كان الجانب الروحي عندي متعافي تماما. وبرضه راح يساعدني في أني أعرف individual purpose، يعني راح أحدد الهدف اللي أنا عايشة عشانه. هنا بعد في النقطة اللي بعدها قال أنه الجانب الروحي مكون من عدة أشياء، من البيليفز أو المعتقدات، من الفيث أو اللي هي الإيمان، من الفاليوز الإثيك والبرينسبلز. فذول الأشياء كلهم من الأخلاقيات وقيم، هي كلها الأشياء اللي قاعدة تكون الجانب الروحي منا. وهالجوانب هذه كل ما كانت صحية أكثر، كل ما ساعدتنا في أنه نكون better prepared to face life challenge، كل ما ساعدنا أن احنا نحاول أن احنا نواجه تحديات الحياة اللي ممكن تصير. هنا بعد كيف أدعم نفسي من الناحية الروحية، واللي هو أولها exploring your inner self. أكيد لازم أنا أحاول أكتشف المعتقدات والvalues اللي موجودة عندي وكيف أتعامل معاها. برضو هنا قال practicing acceptance، واللي هو أني أحاول أني أتعود أني أتقبل أي شيء ممكن يصير في حياتي وأي challenge ممكن أواجهه. برضو هنا في آخر شيء قال traveling and experiencing other cultures، أني أحاول أني أتنقل وأشوف ثقافات ثانية، لأن هالشيء ممكن يساعدني من الجانب الروحي. هنا ذكر لنا differences between health والwellness، واللي هو قال أن health state of being، يعني health ممكن يساعدني في أني أظل عايشة، لكن الwellness اللي هو state of living a healthy lifestyle، اللي هو الwellness راح يساعدني في أني أنا أواصل أني أظل على هذه الصحة اللي موجودة عندي. برضه هنا قال أن الhealth refers to physical, mental and social well-being، اللي هو مثل ما ذكرنا من قبل أن الhealth يتكون من الثلاثة هذولا، بس الwellness اللي هو راح يساعدني في أني أسوي enhancement أو اللي هو تحسين لهذولا الثلاثة. هنا بعد آخر شيء قال أن الhealth is the goal and wellness is active process of achieving it، يعني الhealth هو عبارة عن الهدف اللي إحنا بنحاول أن إحنا نوصل له، وعشان نوصل له لازم نكون في حالة سليمة أو نكون في حالة wellness.